نشرت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا يتضمن إجراءات وخطوات إعداد وتأهيل الطلبة والطالبات خلال فترة دراستهم داخل أكاديمية الشرطة. وأشارت الداخلية إلى الحرص على انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين عبر إخضاعهم لمراحل مختلفة من الاختبارات، وذلك في إطار من الحيادية والموضوعية. بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا. أكاديمية الشرطة منارة للعلوم الأمنية والقانونية، رائدة في إعداد وتأهيل رجال الشرطة حماة أمن الوطن. لطالما كان الالتحاق بها حلما يتطلع لتحقيقه الآلاف من أبناء الوطن الطامحين لحمل مشاعل الأمن، وبهدف تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الداخلية من العناصر الشرطية الماهرة، تحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من طلبة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وكذا التخصصات الجامعية المختلفة، وخريجي كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجات التربية الرياضية مهاريا وبدنيا وعلميا، من خلال إخضاعهم لمراحل مختلفة من الاختبارات في إطار من الحيادية والموضوعية. ويخضع الطلبة المقبولين بكلية الشرطة لبرامج تعليمية وتدريبية متطورة لإعداد ضابط شرطة متميز قادر على مواجهة كافة التحديات والمستجدات الأمنية. البرامج التعليمية تتضمن محاضرات نظرية في مختلف العلوم القانونية والشرطية والإنسانية وفقا لأرقى مستويات التعليم، وعلى يد نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين لتأهيل الطلاب ثقافيا ومعرفيا وعلميا. ومواكبة للمستجدات الأمنية، حرصت كلية الشرطة على تنظيم دورات متقدمة في اللغات الأجنبية الإنجليزية الفرنسية الألمانية لطلبتها من خريجي كليات الحقوق. Egypt is one of the biggest touristic places in the whole world, so it's a must to the police officer to know how to deal with different cultures and how to speak English and understand English very well. كما تتيح الكلية لطلابها من خريج كليات الحقوق الحصول على درجة الماجستير في القانون ليكونوا مؤهلين في العلوم القانونية أسوة بالعلوم الشرطية. وبهدف الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة، يتم تنظيم دورات تثقيفية دورية لهم يحاضر فيها المتخصصون في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن مناهج الكلية. البرامج التدريبية، حيث تحرص أكاديمية الشرطة على التطوير المستمر لمنظومة التدريب الأمني من خلال تحديث كافة ميادين التدريب وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية لتأهيل طلبة كلية الشرطة وفقا لأحدث البرامج الأمنية العصرية. ويخضع الطلبة أثناء فترة دراستهم بالكلية لهذه البرامج التدريبية المتطورة، والتي تسهم في إعدادهم بدنياً ومهارياً ليكونوا نماذج فريدة لرجال أمن عصريين قادرين على مواجهة المستجدات الأمنية، حيث تحاكي تلك الميادين في صعوبتها الواقع العملي. ويتم تطبيق نظام التخصص الوظيفي أثناء الدراسة بكلية الشرطة في الأمن العام والأمن المركزي والحماية المدنية والمرور لتأهيل الخريجين للعمل بهذه المجالات عقب التخرج مباشرة من الكلية. وتأكيدا على الدور الريادي الأمني والعلمي والتدريبي لأكاديمية الشرطة على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا،
تستقبل كل عام العديد من الزيارات المختلفة لوفود أجنبية وعربية ومحلية لتفقد منشآتها ومرافقها والاطلاع على إمكاناتها المتطورة في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعكس حفل الخريجين كل عام مدى التطور المستمر في المستوى المهاري والبدني والانضباطي لخريج كلية الشرطة، ويبعث برسائل طمأنة للمصريين أن أمن مصر يسهر على حمايته نخبة من خيرة الرجال الذين يضحون من أجل الحفاظ على استقرارها. عام بعد عام تمضي أكاديمية الشرطة في أداء رسالتها في ضخ دماء جديدة في شرايين الشرطة المصرية، يحملون رسالة الأمن والأمان لهذا الوطن بكل فخر وعزة، شعارهم العلم، الخلق، الواجب.